الجمهورية أبو حسن جرة. المنشآت الرياضية التي تم إنجازها أو إعادة تأهيلها بمناسبة ألعاب البحر العربي المتوسط يعني بقيت شامخة متواجدة على مستوى الولاية والكل يعمل على متابعتها وصيانتها، وهي اليوم في كل مرة تستضيف سواء التظاهرات الوطنية والإقليمية والقارية وحتى الدولية. فبطولة الجمباز اليوم دليل كذلك على أن ولاية وهران دائما مستعدة لاحتضان أبناء الوطن العربي من أجل المنافسات الرياضية وكل اللقاءات التي تجمع بين الشعوب العربية إن شاء الله. نحن عندنا مثل بالكويت يقول لك ترفع للعقال، يعني إذا رفعت للعقال تسوي له كذي معناها خلاص وصل، يعني فأرفع لهم ألف عقال مو عقال واحد. شعب الجزائر كريم مضياف، شفنا كرم الضيافة العربية، شفنا حسن الاستقبال، شفنا روح الطيبة حتى مع الناس اللي بالشارع. اليوم أنا نزلت في الصباح مع الأمين العام وبعض الإخوان، يعني حتى مقابلة الناس بالشارع تشرح صدرك، وكل من يرحب فيك وكل من يعتز فيك يسولف معاك ويتكلم وياك.